صينيه فراخ او صدور فراخ بالخضار، حاجه شبه الترلي بس هنعملها بتكه كده احلى شويه، وفي صينيه يعني هنخليها طعمها ان شاء الله اغنى واحلى. دي ازاي بقى؟ انا عندي صدور فراخ من غير عظم، عارفين الفيليه اللي احنا بنعمله بس متقطع، لا دي صدر الفرخه سليمه على بعض. يبقى عندي صدور فراخ، بصل، بصل ابيض اهو حلو من الرخيص، بلاش الاحمر الغالي دلوقتي، خضار، عندي طماطم، فلفل، كوسه، جزر، بطاطس، بسله، بسله تكون مسلوقه او تكون عندك في الفريزر، وتوم وبهارات وملح وفلفل. انا عندي البهارات اهي بحطها على صدور الفراخ، ملح وفلفل وبهارات، بس هحاول بقى ايه اتبلهم في بعض كده. واجيب معلقه سمنه، ومعلقه السمنه اللي هحطها هنا دي هي الصينيه كلها، مش هحط سمن تاني، معلقه سمنه واحده. والخضار مجمعاه حوالي اكتر من نص كيلو. وهقفلها بقى ورق الالومنيوم وادخلها ايه كده كده الفرخه اهي مستويه، بس يعني مستويه مش مستويه بس متحمر لونها حلو، واسيبها تعيش مع بعض في الفرن تقعد لها حوالي ساعه الا ربع كده.